المحامي احنا جيناك بس علشان قبل لا نتزوج نعمل عندك اتفاق قانوني، واي واحد يخل بهذا العقد يعرض للمسائلة القانونية. اول مرة اسمع فيها قبل الزواج سوون عقد. طيب وش بنود العقد؟ اول بند الشكل لا يتغير بعد الزواج، والكرشة لا تطلع ولا يصلع. اي بس يعني الكرشة آمنا بالله، بس الصلع يا بنتي يعني وراثي، بس ما شاء الله تبارك الشوفي كنا يطل من كفر، وين يصلع ذا؟ يمكن بعد الزواج يصلع، أنا بيه بشعر، إذا عنده مشاكل يزرع. من حقه يا حضرة المحامي، أنا بالنسبة لي سجل عندك بعد الزواج إن زاد وزنها 5 كيلو، بس 5 كيلو من حقي أطلقها ولا أتزوج عليها؟ 5 كيلو أي. يا رجال هريمنا بين الفطور والغداء يزيدون، فما علينا، بس نستثني شهور الحمل. على طار الحمل، ها يا حضرة المحامي، أول ولد أنا أسميه، الثاني والثالث بكيف. سجل عندك، أنا ما راح أحمل غير مرتين، وإذا جسمي خرب بخلعه. مو مشكلة، خلاص يا حضرة المحامي أنا موافق، بس ها إذا غيرت رأيها بطلقها ولا بتزوج عليها؟ خوش سالفتك أنت، طلقها وزوج عليها، طلقها، واضح إنه يحبك ذا. على طار الحب والمناسبات الرسمية، سجل عندك، أبي في كل مناسبة يجيب لي هدية وما ينسى أمي بعد، عيد زواجنا، عيد الحب، كل المناسبات. واليوم الوطني يوم التأسيس بعد أكيد سجلها، مناسبات مرة مهمة، وما ينسى يجيب لي هديتين احتياط عشان لو زعلني. شفت يا حضرة المحامي، اسمع على طاري الزعل، إن زعلتني هذا أنا أقولك سجل عندك،